يرتقي شهداء في مصر إلى العلياء ليكونوا شهودا على إرهاب لا دين له. وتقومين يا أم الدنيا بعد كل فاجعة لتعلني للعالم بكل فخر: هنا مقبرة الإرهاب، هنا مطمرة أدعياء الإسلام، هنا أرض السلام. نفر ضال يلتحفون باسم الله ليقتلوا أبرياء يسجدون لله في بيت الله ويكبرون الله أكبر تحت وطأة رصاص يطلق بحقد أكبر. تصاعد المصلون إلى العلياء وانقبر المدعون بسنابس رشاشاتهم. فليخسأوا، فجند السلام حين يسجدون على الأرض ترتوي جباههم من حب مصر، ليحموا الثغور ويبتروا يد الغدر وأصابع الفتن. لله درك يا مصر حين تصيحين في وجه الدم وتلتحفين أبطالة الشهداء وتعلنين للعالم بأن هذه الأرض لن يتمكن منها الأدعياء. بكيناهم وصلينا لأرواحهم وأوبعناهم مصر وأهلها أمانة للسماء تحفظ أرضها وتبث في نيلها السلام. يا حزن المآذن تنادي أهلها فلبت بالدمع جدرانها. يا مصر إليك السلام من شهيد دمه فداء لعينيك يجري. خالص تعازينا لمصر حكومة وشعبا وجيشا. أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن حاميا ومدافعا عنه في البر والبحر والجو، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق محافظا على سلاحي لا أتركه الخط حتى أذوق الموت. والله على ما أقول كريم.